وزارة الزراعة تقول يحتاج لنا 14 مليار شجرة. تخيل الرقم. وفي مؤتمر البصرة يمكن عقد قبل 3 سنين قال راح نزرع 5 مليون شجرة. لحد الآن إحنا يمكن 2 مليون شجرة ما زارعين. تخيل. هذا فد مقدمة أحب أقول لك. الشيء الآخر أشير إلى اليوم عندنا مشكلة أزمة مياه. لو تتذكر قبل من شهر 12 بدأوا يزرعون أشجار وزارة البيئة والزراعة ازرعوا ازرعوا، والله لو تروح تسوي هسه متابعة للموضوع تلقي نص الأشجار ماتت، لأن في المدارس من يزقيها من يداريها. فلذلك هذه المصطلح حقيقة في هذه المرحلة أنا أشوفه مو منطقي. اليوم أنت أزمة مي، فلذلك أنت تفكر بالمي لو تفكر تزرع حزام. طيب الغاية من زرعك الحزام، أنا يعني أكون صريح اليوم، أنت من تخطط لشيء وصار لك كم سنة يمكن فد 6-7 سنين نسمع حزام أخضر ولهسه ما سوينا. شنو الغاية من الحزام الأخضر؟ يقال أنه العراق راح يواجه 300 يوم عجاج أو عواصف. طبعا شوف المصطلحات، خلي تعال نشرحها بوضوح. العراق يتعرض تقريبا خلينا نقول سنويا لعشر عواصف الأفريقية، هاي الحمرة اللي من تجي 5000 واحد من مرضى الربو يطبون للمستشفى. تخيل 10 عواصف تجي ويدخلون المستشفى يوميا 5000 واحد. هاي شنو طرق الوقاية منها؟ هاي النقطة مهمة. هاي العشر عواصف ممكن انت تتلافاها، مرضى الربو ترشد لهم يسوون غرفة وتنتهي الأزمة. طيب باقي ال 300 يوم 290 شنية؟ هي الرياح المغبرة. انت من تطلع من بيتكم نشوف عجة عجة، يعني رياح وراء دقائق تصفى. هذه ما تستوجب هذا العمل الجبار اللي انت داشتغله، بينما اليوم يجب إعادة النظر بالسياسة الزراعية مالتك. اليوم انت معرض، انت خامس اكبر دوله معرضه للجفاف. الامين العام، ممثله الامم، كل منظمات دوليه حذروك من الجفاف. انت تجي تقول والله دا ازرع اشجار،